القافلة الطبية اللي نظمها المستشفى الجامعي الحسن الثاني برعاية مصلحة طب العيون اللي كتشرف عليها جمعية الأطباء ضعاف البصر بشراكة مع المندوبية الجهوية لجهة الإقليم الكرسيف. استفد منها من جراحة عيون جراحة جلالة 150 مريض. شرف عليها طاقم طبي مكون تقريبا من 19 طبيب والطاقم التمريضي وشبه التمريضي. الحمد لله عرفت القافلة نجاح لأن استخدمنا 150 مريض اللي كانوا كاملين في حالة اللي هي تقريبا نقدر نقولوا أنهم في حالة عامة نتيجة الجلالة. والحمد لله هذه القافلة الطبية اللي نظمناها كأطباء عيون مدينة كرسيف بمشاركة المستشفى الجامعي ديال مدينة فاس اللي قدموا الدعم الكامل وجابوا كاع الأجهزة الممكنة والماتريال وليزاباراي باش نقوموا بهذه العملية. هذه القافلة الطبية اللي استفد منها 150 مريض لفائدة جلالة. فتحنا جلالة والحمد لله دازت الامور مزيان اون بارتنيريا مع لي زوتوريتي لوكال والادارات المستشفى اللي وفروا كاع الظروف باش تدوز العمليه بالنجاح الحمد لله. والجمعيات وكنشكرهم كنشكروا حتى الجمعيات والجمعيه اللي ساهموا في هذا التنظيم ديال هذه القافله الطبيه الحمد لله اللي دازت بخير. وكما قلت لك استفدنا من 150 مريض واغلب العمليات دازت الحمد لله بنجاح. وهاد القوافل الطبيه كتجي باش تخفف الضغط على المستشفى اللي الاقليم كرسيف اللي كيجيو ليه بزاف ديال المرضى من الاقليم كامل. وكما كتعرفوا ان الجلاله مرض اللي هو شائع بزاف واللي كيضعف البصر وكيضعف الشوف. ودونك المرضى كيستافدوا من هاد الحمد لله فاش كيستافدوا من هاد العمليات كنتمنى انه تعاودوا كيتمناو انهم يتعاودوا المرضى الاخرين اللي باقين. وان شاء الله غادي نقوموا بعمليات بقوافل اخرى ويستافدوا منها مرضى اخرين الحمد لله دازت الامور بسلام.